في مبنى سيتي ستار المهيب المطلي بالذهب قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول، أقيم حفل زفاف جماعي ضم حوالي 50 ثنائيا في ممارسة تنتشر بشكل متزايد لتقليل التكاليف الباهظة المترتبة عن حفلات الزفاف التقليدية في أفغانستان التي تعيش في خضم الركود الاقتصادي. وسيحصل العروسان على هدايا كعكة حلوى ومجموعة للنظافة الشخصية تضم معجون أسنان وشامبو وكريم ترطيب، ولكن قبل كل شيء سجاد وبطانية وأجهزة منزلية، وتعادل التبرعات المقدمة لكل زوجين من مؤسسة سيلاب المنظمة لهذا الحدث 1650 دولارا، وهو مبلغ كبير في بلد من بين الأفقر في العالم. ومنذ عودة الطالبان إلى السلطة في آب أغسطس 2021 انحصرت مظاهر الاحتفالات في حفلات الزفاف، إذ إن الموسيقى محظورة فعليا، لكن أفغانستان لا تزال تشهد حفلات زفاف باذخة تجمع أكثر من 1000 ضيف وتفوق تكلفتها 20,000 دولار في ممارسة تثير صدمة أفغان كثر في هذا البلد المتدين للغاية.